شكرا معلق الكابتن اسامه ابو زينه. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 3-0 على الشرطه الرواندي عشان يضرب معاد في قبل النهائي غدا باذن الله في تمام الساعه 8 مع النصر الليبي. طبعا الف مليون مبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره وجماهير ولاعبين واجهزه فنيه. ان شاء الله الفوز بكره والفوز بعده يضمن لنا اللقب ال 16. ورحب بضيوفي المره الثانيه اللي منورين في الاستوديو. كابتن كريم اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن هيثم. كابتن محمد اهلا بحضرتك والف اهلا بيك كابتن هيثم. مبروك لينا كلنا وان شاء الله بكره وبعده اللقب يبقى موجود في الجزيره ان شاء الله. ان شاء الله 48 ساعه باذنك يا رب ونحتفل باللقب السادس عشر في تاريخ النادي ان شاء الله في القابه الافريقيه. كابتن محمد عندك ايه تقول عن المباراه؟ زي ما توقعنا الاهلي ضغط بارسالاته لان في مشكله في الاستقبال في الفرقه الثانيه، ولعب استغل نقط الضعف اللي عندهم كانت كتيره جدا وتعاملوا مع المباراه بمنتهى الجديه. ده اللي عجبني ان هم ركزوا جدا صحيح. في المباراه ما استهونوش بيها وخدوها بمنتهى الجديه. الفرقه الشرطه الرواندي النهارده لعبت ماتش حلو على فكره بالمقارنه لمستواهم صحيح. يعني افضل من المباريات اللي فاتت، بس حته ان احنا خدنا المباراه بقوه انا بحييهم عليها ان هم ما استهتروش، ودي حاجه كويسه جدا ان كده مستوى تركيز عالي في البطوله بغض النظر عن المنافس مين. ودي رساله ان احنا نلعب بمستوانا بغض النظر بالزبط. عن اي فريق هنقابله ان شاء الله، فده رساله اكيد قويه جدا للنصر الليبي. وان شاء الله اكيد بوسالم برضو في حاله صعوده في الطرف الثاني في النهائي.